أحسن الله إليكم. هذا مساعد من الرياض يقول أنه يرغب الزواج بإذن الله تعالى وقرر الزواج بعد مرور أعوام عليه، لكن يسأل بارك الله فيكم يقول فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن تبادر بالزواج لأجل أن تعف نفسك وتغض بصرك، وأن تعف المرأة أيضا، وأن يرزقك الله الأولاد. هذا هو، هي الثمرة من الزواج، فبادر بذلك واختر الزوجة الصالحة، اختر الزوجة الصالحة في دينها وفي أخلاقها التي تلائمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدين يجمع الخير كله في المرأة وفي غيرها. نعم.